طب بلال محسن صاحبنا وصديقنا وزميلنا من زمان ومنورنا ومشرفنا حبيبي يا كابتن. صح يا عم بلال، حضرتك اللي منور البرنامج طبعا اكيد، وببقى مبسوط دايما مع حضرتك يعني. النهارده طقم الشكا ما حصلش يعني، حبيبي نتعلم بس من حضرتك. تعالى انا وانت بقى نرحب لاول مره بضيفنا اللي منورنا شريف يسري. مساء الفل يا شريف، ومنورنا ومشرفنا يوم اليوم، مرحبا بيك. ربنا يبارك فيك يا كابتن، ودعوه يعني ما اقدرش ان انا ارفضها ابدا ابدا ابدا، لانها من الكابتن شوبير. ربنا يخليك. ويعني عايز اقول لك ان انا مش من الناس اللي بتطلع حتى لو جال الواحد بيكلمه، لكن كابتن شوبير الموضوع منتهي. ببارك لك جدا جدا وفرحان جدا، لان انا عارف ان الرحله دي محفوفه شويه بالمخاطر، لكن بتاعتك في قناه الاهلي، لكن نجاح ما شاء الله قوي جدا جدا، وانا مش بجامل اطلاقا يعني. طقم حاجه ساعه يا ابني، هظبط الراجل ده. حاجه ساعه يا ابني، الراجل بادي داخل دخله صح و100 100 وشكله مطول معانا ان شاء الله. خلينا نبدا بقى بشريف. أوكي. شريف خليني اسالك عن، وانا بشوف لك حاجات كتير ومتالق ما شاء الله، عاملين يعني انت وكتير الحقيقه من المحترمين حاجات جميله على السوشيال ميديا، وحاجاتك اكثر من رائعه. اشكرك. لكنه اسالك عن، شفت الترشيحات للافضل كانت بتمر مرور الكرام زمان يعني، ما كناش بنقف قدامها كتير. هل السنة دي لأنه الأهلي والزمالك بيتنافسوا على أفضل نادي؟ هل السنة دي لأنه مصطفى شوبير وحسين الشحات وزيزو داخلين في المنافسة على أفضل لعيب؟ أعتقد هو ده استفتاء الكاف، باين مش مجلة. أيوه. مش مجلة مصرية. لا مش مجلة كده. الكاف. مش مجلة مصرية. الكاف. والله. الكاف ده اللي هو بتاع افريقيا، اللي هو غنى له عمرو دياب افريقيا. صح كده؟ أهم وأكبر منظومة تدير كرة القدم داخل قارة أفريقيا، واحد من أهم يعني المؤسسات القرويه في العالم. أوكي. مش مجله يعني مصريه. أوكي. هو يعني لو اتقال مجله عاديه اتقال مجله مصريه، ولا حتى مجله عاديه. ما علينا، ما خدش الراجل جاي ضيفنا لاول مره، مش عايزين فاعمل لازم نحط له لغم كده. حرام عليك ما تفجر. شفت الترشيحات عامله ازاي وشفت المنافسه؟ هو كانت الاختيارات خاصة ان اشرف حكيمي من ضمن افضل لاعب، وكل الترشيحات بتقول اشرف، هي منظمه في المغرب، ولو انها ملهاش لازمه، لانه في السنغال محمد صلاح خد افضل لاعب، وفي مصر ساديو ماني خد افضل لاعب. اوكي، ملهاش علاقه بالمكان. هو احكي لي شويه. طيب، هو انا ما عنديش تعليق قوي على كل الجوائز، غير هي جائزه واحده اعتقد هي اللي ممكن يكون فيها اللغط قوي قوي قوي. نعم. هو جائزه افضل لاعب داخل القاره. نعم. وانا هقول حاجه، احنا ما بنتكلمش هنا بعاطفه اطلاقا، احنا بنتكلم بمين يستحقها. هنا لازم نحط السبوت شويه على انه الاتحاد الافريقي بيبص للجائزه ازاي، مش انا وحضرتك عاوزينها ازاي. الاتحاد الافريقي بيبص على المساهمات الافريقيه تحديدا، يعني لو جيت عملت مقارنه ما بين حسين الشحات وزيزو على الموسم الماضي، الموسم الماضي تحديدا، فانا بقول انه الشحات افضل. اوكي. انا بتكلم عن تقييمي للموسم بشكل عام. نعم. لو جينا اتكلمنا على الصعيد الافريقي، ايوه، لا زيزو قدم اكتر، زيزو عمل 4 اهداف و6 اسيست، فبالتالي هو مساهماته اكتر. الناس دي برضو بتبص على جزئيه مهمه جدا، وهو المشاركات مع المنتخب. نعم. الشحات مش موجود. أيوه. الشحات كان موجود في الاولمبياد. نعم. فبالتالي في انا اسف زيزو كان موجود في الاولمبياد، فبالتالي. نعم. دي بترجح الكف. نعم. يبقى عندنا الاثنين بالنسبه لزيزو، والجزئيه الثانيه هو مصطفى شوبير. نعم. مصطفى شوبير، واكيد احنا مش بنقول الكلام ده عشان بنتكلم كابتن شوبير خالص، انا عامل حلقه مخصوصه. نعم. عن الولد، ما شاء الله، انا اسف ان انا بقول ولد، فرق 10 سنين ما بينه وبينه يعني. الولد بنقول واحد حاجه كويسه بالظبط. نعم. فانا عايز اقول ان هو ما شاء الله ما شاء الله، مردود مرعب ما شاء الله ما شاء الله. هو السبب لو احنا بنتكلم كده بين قوسين على اللاعب اللي كان مؤثر في اقوى بطوله على صعيد الانديه، هو مصطفى شوبير. اوكي. هو اللي من وجهه نظري هو اللي اهدى للنادي الاهلي. هو جزء من النجاح، دايما نقول هو جزء من النجاح. مش هو جزء من النجاح، لكن. نعم. هو اكبر جزء، ممكن كده نقولها كده. فهو اكبر جزء من النجاح. تصديات مستوى عظيم ما شاء الله، لما يكون في عندي لاعب 100% او حارس مرمى 100% من الكوره اللي اتلعبت عليه تصدى، فدي حاجه عظيمه. مصطفى شوبير عنده حاجه ميزه شويه، انه الليفل بتاع دوري الابطال اعلى من الكونفدراليه. نعم. وانا اسف اللي ما يشوفش حاجه زي كده يبقى عنده مشكله فعلا. نعم. ليفل مختلف، بدليل ان جوزيه جوميز رغم ان هو اخذ الكونفدراليه واخذ كمان السوبر الافريقي، فهو خرج من ترشيح افضل مدرب. نعم. مقابل ان مارسيل كولر هو متواجد. نعم. فهتلاقي ان الاثنين دول، المشكله الوحيده انا شايف ان دول ابرز اثنين. لكن عندك في غول واقف رونين مستنين. ويليامز. رونين ويليامز. نعم. كفايه ان هو مرشح لافضل لاعب على صعيد. نعم. افضل لاعب في العالم كان من ضمن الترتيب، وافضل جول كيبر اخذ. نعم. التاسع.
يعني احنا بنتكلم بعد ايميليانو مارتينيز والاسماء الكبيره جدا اللي موجوده، فبالتالي احنا بنتكلم ان الراجل ده حظوظه قويه جدا. املي رغم ان هو مترشح لثلاثه، املي ان هو ياخد افضل حارس، لانه احنا زي ما قلنا افضل لاعب داخل القاره دي هتشوف المساهمات بتاعته. فانا زي ما قلت لك انه مصطفى شوبير ربما يكون من ابرز هو وزيزو، الاثنين دول املي ان هو ما ياخدش ما يسيطرش على الاثنين. هو ضامن جايزه، ضامن جايزه رونوين ويليامز ضامن جايزه، لكن في المقابل اعتقد ان هو ان شاء الله تعالى املي ان هو ياخد افضل حارس وافضل لاعب، دي هتكون ما بين ان شاء الله يعني ما بين زيزو ومصطفى شوبير. سألني عن رايي بدون عاطفه، زيزو رائع رائع حقيقي، وانا ما فيش اختلاف، وانا بقول لك حسين شحات الموسم اللي فات كتقييم عام هو افضل، لكن على مدار الاربع سنين هو زيزو، فزيزو ما فيش اختلاف عليه. لكن انا شايف انه البطوله الاكبر اللي فيها عتاوله القاره، الزمالك لما كان بيلعب في الكونفدراليه المستويات اقل، الثالث والرابع في كل بلد، فبالتالي هو لما تيجي تبص على مصطفى شوبير الاداء اللي اداه من وجهه نظري انه يستحق واتمنى. طيب هنا ده احنا بنتكلم بمنتهى الحب والاحترام على زيزو نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، هو يستحق هذا الاحترام لانه لعيب محترم ولعيب منضبط ولعيب جميل. هل لك اي تعليق على هذه الترشيحات؟ يعني يمكن مش هختلف كتير يا كابتن مع شريف، يعني زي ما اتكلمنا عن مصطفى وقلنا ان هو يعني يعد اللاعب الاكثر تاثيرا من حيث النتائج، يعني مش عايزين نقول لولا تالق مصطفى شوبير ما كانش النادي الاهلي بينجح زي ما اتفقنا انه جزء بالظبط، ولكن هو الاكثر تاثيرا في نتائج الفريق في مشوار دوري ابطال حتى التتويج. يعني في كره لمصطفى شوبير مش واخده حقها في مباراه في الترجي الاولى اللي لمسها اللي كانت لسه في الدقائق الاولى، دي من ضمن كرات كتير جدا بالمناسبه على مستوى البطوله. لكن زي ما كنا بتكلم انا وشريف قبل الحلقه وزي ما هو قال دلوقتي، ويليامز يا كابتن هو الخطر الاكبر. انا بعرف ان هو الخطر الاكبر، ووارد ووارد يجمع بين الجايزتين. يعني وارد، مش هتبقى مفاجاه بالظبط ان هو يجمع بين جايزه افضل حارس وافضل لاعب، ولكن من العدل ومن الانصاف انه مصطفى شوبير يتوج باحدى الجائزتين. سواء افضل لاعب لو اديتها له هتبقى منطقيه، لانه هو حتى مصطفى على مستوى دوري ابطال افريقيا هو ابرز لاعب. يعني لما نيجي نتكلم فردي على مستوى الفردي، مفيش لاعب قدم اداء فردي في خلال مشوار البطوله اكتر من مصطفى شوبير، يجي بعديه على طول امان الله مميش حارس الترجي. ما شاء الله عليه حقيقي. الاثنين دول على المستوى الفردي هما الابرز. بس الحقيقه انا